نتكلموا افيك ان فيتيغ على لي زاربيتر اللي داروا مباراه مجمع بترولي والنادي الابيار اناث اللي هما يوسف بالخيري وسيدي علي حميدي. تبعوا هذا الفيتيغ توجور افيك حمزه مسبح. الاحتجاجات، سوء التحكيم، المناوشات واتهام الحكام، عادات عرفت بها البطولة الوطنية لكرة اليد نساء ورجال منذ عديد السنوات. ولكن المتتبع لتحكيم مباراة نادي الأبيار والمجمع البترولي يرى صورة أخرى للتحكيم في البطولة المحلية. تألق واضح من طرف ثنائي التحكيم حامدي سيدعلي وبالخيري يوسف اللذان عرفا كيفية التحكم في المباراة وتطبيق القانون والخروج من ضغط طاقم الفني للفريقين العاصميين ليكون اللقاء وبشهادة الجميع الأحسن تحكيم منذ انطلاقة البطولة. تألق ثنائي التحكيم محليا سبقه تشريف للسفيرة الجزائرية في المحافل الدولية والذي كان مؤخرا في أغادير المغربية بمناسبة كأس إفريقيا للأندية. التنسيق والخروج بدون أخطاء تحكيمية في كل مباراة هو ما ميز لقاءات المتألقين حامدي وبالخير منذ بداية الموسم، ما جعلنا نقول شهادة حق لثنائي التحكيم بنزاهته التي أصبحت مطلوبة في لقاءات كرة اليد في الجزائر.